يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قبل الجنة الغضبية تأتينا كان هناك مرة في حياته كان في عرضة الفرقة أخيرا حاجة بيضة كده اسمها القوشة هو كده بالضبط الواحد يستمتع وهو بياكل من أكيلك دي من قدام غضبية تبقى كارثة وإنك دي كارثة يبقى كارثة في جسمنا وكلمة كارت من الجولات كارتليج يعني مضروب يبقى عندنا في كلمة اسمها ولاد كارتليج اللي بمعنى كلمة دي ولاد كونترام اللي بمعنى كلمة دي ولاد مضروب تمام تمام الكارتليج بتاع اي حته في جسمي فين دي عظمه من العظم بتاعي العظمة ديت هلاقي كده الناس تتصحى معايا بس محدش يبقى طرحان ببص لك كده ولاد قطر الكتف ادي المنظر بتاعنا بصوا لك معايا كده ده على سبيل المثال اب دي لور اند بتاعت عظمه وابر اند بتاع عظمه اللي بيغطيهم ده اسمه اولاد كارتش الكارتش بتاعنا هو نوع من انواع الانسجه الموصله ده مقطع في الهيستولوجي بتاع كارتش الكارتش موجود في جسمنا في اماكن كتيره جدا يبقى بالتالي لما امسك عظمايه الاقي طرفها لفوق او طرفها لتحت عليه حاجه بيضاء اسمها ايه الحاجه البيضاء دي اسمها كارتش وكارتش بالانجليزي ليه اسم تاني كوندرم اسمه ايه؟ كوندرم طيب الكارتش دوت احنا اي حاجه في جسمي محتاجه اوعيه دمويه تبان فيه واعصاب احس بيها الكارتش في حاجه غريبه جدا ما بيمشيش جواه لا اوعيه دمويه ولا اعصاب طيب ده معناه ما بيحسش يبقى الكارتش دوت اطعم ما يحسش لما انت تحس بقى لو العظم اللي تحته ظل الاذيه يبقى الكارتش بيغطي عظمه لو الورم التاكل بدا يوصل للعظمه يحصل القلق بعضنا بيسمع عن تاكل المفاصل اكيد سمعتوا عنه تاكل المفاصل دوت يبقى العظمه بدات تتاكل الكارتش بدا يتاكل لغايه ما توصل مين يا ولاد للعظمه وبالتالي الصوره دي لما حد سرحان المنظر ده حلو جدا طبعا هتبقى دكاتره دول مفصلين ركبه يمين ركبه شمال ايه اللي في الركبة دي وايه اللي في الركبة دي لو شايفين؟ ركبة سليمة وركبة ايه ولاد متأكد. وده لو عندك جلدتها كبيرة وخشونة شوية كده يقول لك عندها خشونة في الركبة بتتحرك بصعوبة. ده معناه ان الكارتش بدأ يحصل ايه ولاد
دير. لو الكارت اشتآكل لغايه ما وصل للعظم يعمل سيفير دين، انما طول ما بيتآكل ما وصلناش للعظم يبقى مفيش آلام. يبقى ده معناه ان الكارتلج مفيش اعصاب ماشيه فيه. في نفس الوقت الكارتلج مفيش اوعيه دمويه. طيب انت ازاي تعمل نسيج من غير اوعيه دمويه للزيت؟ بيشحت، بيشحت من الانسجه اللي حواليه، من العظم اللي قريب منه ياخد منه، من حاجه اسمها سينوفيال فلويد، حاجات كده يعني بيشحت من اللي حواليه، مش تفضل انما الشريان يمشي جوه الكارتلج مفيش حاجه ماشيه جواه، ولا يمشي فيه اعصاب، يبقى الكارتلج يتميز بانه يا ولاد مفيش بلاد فيسل تمشي فيه. طيب الكارتلج بتاعنا دوت لو جيت بصيت على ودني كده، ودني دي مفروضه تديك حق انها صلبه، انا ممكن ادميها فترجع تاني. فبيقولوا الكارتلج دي صفه كده، هحكيلكم على الكورد دلوقتي، انه زي الرابر. رابر يعني ايه رابر كده؟ مطاط. يتوصف انه طف، طف يعني ايه؟ جامد. بس ريزيلينت يعني لين. لو حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله دوت، ايه اللي طف واللي ريزيلينت في نفس الوقت؟ فاهمين حاجه ولا لا؟ الكارتج منظره كده تقابل واحد اول ما تخش القسم يقول لك ايه ده، تبان عليه غلط ويطلع اطيب واحد في القسم عندنا، مش كده ولا لا؟ ده منظره ايه لما كده؟ طف. انما حقيقته ايه لما كده؟ لين. فكرت في نفس الوضع، انا واقف كده وداني مفقوده ايه؟ لانها كلها كارتج. اثنيها تاني بس تجرجع تاني، يبقى بتوصف انها ايه بقى لما كده؟ فيها ليونه، وليونه يعني ايه لما كده؟ ريزيلينت يعني يا ولاد ريزيلينت. فالناس اللي عندها ضمير وبعضنا عنده طبعا ببصينا كده مع بعض. يبقى من صفات الكارتج اللي موجوده عنده ان هو يا ولاد لما كده حد سرحان نقدر نقول مع بعض. الصفحه دي اللي هوريهالكم كده في اللي بقى شايفين قدامي كده. مكتوب ان الكارتلج لو شايفين الرابري، رابر يعني زي البطاط. طيب من انواع الانسجه الموصله. اتس طف وريزيلينت، حد فاهم ايه معنى طف وريزيلينت كده؟ منظره ايه؟ جامد. انما هل هو جامد حقيقه ولا ده لين يا عم بالتاني وبيعمل حاجات كتير قوي؟ مكتوب ات هاز نو بلاد فيسل، شايفينها ولا لا؟ مفيش بلاد فيسل تمشي فيه. طبعا انا عايز اكبرها شويه بس مش عايز تكبر، اكبركم شويه كده عشان انتوا بقى شايفين وسط النور بتشوف. اولا كده it has no ايه لو مع كده blood vessels. طب وايه كمان؟ قال ولا نيرفز ولا اوعيه لمفاويه. it gets its nutrition الغذاء by diffusion. diffusion يعني ايه؟ انتشار من الحاجات اللي حواليه، حاجه اسمها بريكوندريم. بريكوندريم يعني الولاد بيتحولوا من بره. احنا قلنا ان كلمه كارتلج يعني كوندريم، واللي حللته من بره يبقى اسمه ايه؟ بيري كوندريم. يعني لو قلت انا اسمي مدحت يبقى قميصي ده بقى ايه؟ بيري مدحت، مش كوندو لا، يبقى بيري يعني ايه؟ بتحوط، يبقى بيحوط حاجه تسمى ايه؟ بيري. وفي عند العظم هيبقى بيري اوستيوم وكذا يبقى بيري كذا، يبقى بي ار اي اي يبقى معناها كلمه ايه؟ بتحوط. بتحوط الكارتش يبقى بيري كوندريم، بتحوط العظم يبقى بيري اوستيوم، وقصة هنعرفها مع بعض. ده غلاف على عظمه اكرت من بره مليان اوعيه دمويه ويبقى اكرت بيشحت. تركيبه الكارتلج ايه؟ خلايا وشويه الياف وماده اللي هي الماتريكس، الماده بتاعته اللي هي التشو بتاعه اللي هو الكارتلج نفسه. فكرت ان واحد بيعمل رز بلبن، معرفش لو بتعملوه ولا لا، طبق رز بلبن فيه اللي هي النشا باللبن دي واحد، وفيه شويه رز مش كده؟ وكمان شعر الست اللي وقع جواه، ويبقى بالتالي بقى ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات بقى؟ ماتريكس او ماده اللي هي الكارتج تشو نفسه، والخلايا وهيبقى اسمها غريب جدا للشطار، كوندروسايت. تعرفوا كوندروسايت؟ كارتج وسايت يعني ايه؟ خليه. وبالتالي اللي هنبص عليه في السطر اللي هكتبه تحت دوت الطلبه الصحيح، ان الكارتج النابض ماشي كام ده اولاد هيتكون من ايه؟ الطلبه الصح معايا. هنبص كده مع بعض نشوف ايه كونسيست. لو حد بص على كلمه كونسيست يبقى معلم قوي. اكبرها كده اهي اهي اهي. ايه ايه بقى اولاد؟ كونسيست اوف ايه؟ ماتيور كارتريج سيل. ماتيور يعني ناضجه. كارتريج سيل اسمها كوندرو سايت، وشويه الياف فايبر تختلف من حته لحته، والماده اللي هي اساس الكارتريج اللي اسمها ايه؟ ماتريكس. اسمها ايه؟ ماتريكس. الناس اللي عندها ضمير لو بصت في الصوره ديت وقالت لي الصوره دي نقلتها كده عشان تبقوا راضيين بيها. لو بصينا كده في اي صوره من دول وكبرناها كده، دي حته من الكارت. الخلايا موجوده والالياف بينهم والماده نفسها. دايما بقول للطلبه من قبل ما انتوا تولدوا طبق رز بلبن
والشعر اللي وقع فيه والرز نفسه، الرز يبقى مين؟ الخلايا اللي اسمها ايه؟ كوندروسايت. اسمها ايه؟ كوندروسايت. اسمها ايه؟ كوندروسايت، يعني خليه. سيتولوجي لما تفكر في الكلمه دي، وكنت الكارد خليه الكارد النضجه. طب واللي حواليها المواد اسمها ايه؟ ماتريكس وشويه انيات. تمام. اهم خصائص الكارد انه ناعم. طبعا زي ما بقول النهارده لو جابوا فراخ او حد بيجيبه من كنتاكي او اي حاجه من دول وجبت العظم تتفرخ اتفرجت عليها بعد ما كانت لحمها، هتلاقي الطرف من فوق كده على القرقوشه، نعم ولا خشنه؟ نعم. طب ايه نعم؟ عشان العظم يتحرك على بعضه كده يبقى الاحتكاك قليل جدا، عشان كده لما بيتاكل بيحصل ايه لو كده؟ شغله في المفاصل. طيب هل الكارتج عنده القدره على تحمل الضغط والكمبريشن ولا ما عندوش؟ طبعا. ده انا رجلي دي شايلها رجلي دي والعضلتين راكبين على بعض كده، دي عليها غضاريف ودي عليها غضاريف، يبقى الكارتج يتميز بانه عنده قدره على تحمل ايه لو كده؟ الضغط والكمبريشن، مش كده ولا؟ يعني الكارتج يخلي الاسطح ناعمه فالحركه تبقى ناعمه وسموث من غير فريكشن من غير كبيان واحد، ويقدر يستحمل مين يا اولاد؟ كومبريشن. تعالوا نفكر مع بعض، الكارتج ده نوع من انواع الانسجه الموصله لسنه كونكتيف ديش واحد. الكارتج بتاعنا دوت طص بس ريزيليان لين فشكله زي ايه؟ رابر كده. تمام. الكارتج ما بيمشيش فيه اوعيه دمويه، صح الكلام ده ولا لا؟ الكارتج تركيبته ثلاث حاجات، ايه الثلاث حاجات؟ الماده الغضروفيه نفسها اللي هي ماتريكس، وخلايا اسمها كوندروسايت، واليات، مش كده ولا لا؟ فايبر ايا كان نوعها. الكارتج دي وظيفه جسم الانسان ولا ملوش؟ الوظيفه وظيفه، وظيفه تخلي الاسطح ناعمه، تقلل الاحتكاك، يستحمل الضغط، مسكين هذا الكلام؟ ده الكارتج بتاعنا، مسكين هذا الكلام؟ تمام. ارجع لده سؤال، كم نوع كارتج في جسمنا؟ انا دكتور تبع الاليات اللي فيه. لو الاليات مطاطيه قوي يبقى اسمه بلاستيك. لو بلاستيك بيضاء قوي كده اسمها وايت فايبرو كارتج. اما لو كانت كارتج زي الازاز كده اسمه هايلاين كارتج. عندنا كم نوع من الكارتج؟ ثلاثة. هنبص مع بعض ونشوف انتوا تقدروا تكتبوا كل ايه. الثلاث انواع اللي في الورقه دي لو بصيتوا كده معايا. الاولاني ده اسمه ايه لو ما كده؟ هايلاين. اسمه ايه؟ هايلاين. اسمه اولاد؟ هايلاين. اسمه ايه؟ هايلاين. اسمه ايه؟ هايلاين. كلمة هايلاين يعني جلاس شيب زي الازاز كده. الازاز اللي هو الهايلاين دوت كمية الالياف فيه قليلة قوي. وبالتالي لو عديته كده يعدي منه الضوء زي الازاز. بس ما تقدرش تشوف من خلاله يعني. انما يعدي ضوء فبتقول ان هو ايه لما كده جلاس لايت زي الازاز كده ده الهايلاين كارت. مكانه فين في جسم الانسان؟ يبقى لو بتبصوا معايا كده الطلبه الصحيين. لو قلت معاكم ان انا عندي كارت مش هيوصف انه ايه يا اولاد؟ هايلاين كارت حد سرحان. والناس هتبص كده معايا قد ما نقول مع بعض ادي عنوان لو حد شايفه يبقى استاذ قوي. ايه الكلمه المكتوبه دي؟ هايلاين كارت. اكبركم سنه كده وشوف حضرتك شفت ايه. يبقى الكلمه اسمها ايه المكتوبه دي؟ هايلاين كارت. مكتوب ايه اللي بين القوسين ده لما كده؟ جراس هاي زي كده. الهايلاين كارت ده موجود في جسم الانسان فين؟ بصوا الكلمه دي لو حد قدر يقول عليها يبقى معلم. في الديفلوبينج بون في مين لو معاك كده ولاد؟ في الفيتس. لو حد يعرف مين هو كلمه فيتس يبقى معلم. العي في بطن ام. انا عندي في جسم وانا عندي 8 اسابيع في بطن امي مش كامل لا بيسحر عندنا او يمكن من الرابع كمان في بعض العظم. كل ما كان كل عظمه من العظم اللي في جسمك ده هيومرس ريديوس ارنا فيمر ايا كان اسمائهم بيسحر مكانه موديل من الكارتش. الكارتش ده نوع ايه اللي ظهر؟ هايلاين. يبقى جسمينا كله واحنا عندنا 4 اسابيع في بطن امنا هيسهر اكام للعظم كده. الكارت ده نوع ايه لو كده؟ هايلاين. نوع ايه؟ هايلاين. نوع ايه؟ هايلاين. الكارتج الهايلاين يتميز بقله الالياف جواه، يعني اغلبه خلايا وماتريكس، اغلبه ايه؟ خلايا وماتريكس، اغلبه ايه؟ خلايا وماتريكس، بس الفايبرز قليله جدا فيه، ماشي. الهايلاين كارتج ده مكانه فين في جسمنا واحنا قاعدين مع بعض كده؟ قالوا ايام ما كنت في بطن امك كان كل عظمك ده شكله ايه لما كده؟ كارتج. طب وانا بتولد مين؟ قال ده بيبدا يتحول لبون. هبص مع بعض للشطار بس، التانيين يبصوا في الارض شويه وليه؟ لو جينا قلنا مع بعض للطلبه الشطار بتاعته بس ما حدش سرحان، المنظر ده بقى صوره متنفيه لنا. ايه الصوره دي؟ قالوا ده عظمه بدات تبقى شكلها ايه ونطلع مع كده؟ كارت. تمام. العظمه دي على سن 8 اسابيع بتبدا يظهر فيها جزء بون، جزء بون، جزء بون لغايه يوم الولاده.
يوم الولاده لو حد مات هنلاقي ان العظمه جسمها كله كربون، انما الاند اللي فوق والاند اللي تحت لسه اولاد كارب. بيبدا بعد الولاده تتحول العظمه بتاعتنا دي اللي هي اولاد وما كده لبون تاني. الاند دي يبدا يبقى فيها بون بس لسه في ايه لو ما كده كارب. يبدا تكبر تبقى 7 8 6 في ايا كان، سطحها لسه كارتلج وبقى فيها حته بون وحته بون ولسه بينهم قرص من الكارتلج. لو حد يقدر يقول لي اسمه ايه القرص الكارتلج المكتوب ده اديله ربع جنيه. ربع جنيه ربع جنيه اسمه ايه بقى؟ ابيبيزيا بليت. اسمه ايه؟ ابيبيزيا بليت. هستغل ذكائكم 3 دقايق في نوبه. قالوا بص يا ولاد الناس الاذكياء جدا 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 اللي بتفهم كويس هتبص معايا هنا. لو انا قلت ان انا عندي عيل في بطن امه في حد السرحان، العيل ده بطن امه ظهر موديل من الكارت مش كده، ده نظريه بس ده كارت. الكلام ده لغايه 8 اسابيع ماشي. بعد كده يحصل ايه؟ يبدا يحل محله ايه وايه؟ بون. لو العيل في بطن امه عنده 8 ويكس خلاص بدا العيل يتحول لبون. البون ده يحصل ايه؟ قالوا العظمه ديت او الكارتش اللي انت عامله ده يا دكتور ده كده ده كارتش كده بس النص ده بدا بون. تتولد من بطن امك كل ده بقى بون، انما مين اللي لسه كارتريج؟ الاند ديت والاند خلاص؟ يعني عايز لسه مولود النهارده وايه؟ وشرحناه. وهنطلع اي عظمه من دول نلاقي ايه؟ من فوق غضروف كامل كده ومن تحت غضروف وجسمها بون. العيل ما ماتش وكمل في الدنيا 2 3 سنين هلاقي بدا يحصل ايه؟ هلاقي ان انا فوق بدات تبقى ايه لما كده؟ بون. وحد السرحان من الشطار ده بدا يبقى مين؟ بون. وده كله بون وتحت ده بون. قالوا بس لسه في حته يا دكتور ديت وديت وكمان السطح دوت والسطح ده. تمام. العيل دوت مثلا 7 8 سنين مات وخدت شرحت، هلاقي سطح العظم عليه كارت وحته عظم وحته كارت وحته عظم وحته كارت وحته عظم وكارتش كده. الكارتش دوت بيرميه لغايه يوم موتك واسمه ارتكيولار كارت. كلمه ارتكيولار كانت ارتكيليشن من الاتصال، عشان العظمه دي هتقابل العظمه دي ما تحطش في صحبها قوي. تبقى هيرمين كارتش على السطح، هتسمى ايه الكارتش اللي هيرمين على السطح ده؟ هسميه اللي على السطح ده ارتكيولار كارتش، اسمه ليه؟ ارتكيولار كارتش. الناس اللي عندها ضمير وبعضنا عنده وبعضنا ما عندوش، طب تشوفوا السؤال. المنظر بتاع ده ولاد في رسمه زي دي. هنا كده بس صح كده، رنا كده بس كده، قارينه كده لو قارينه دي. ارتكيولار كارتش ده اللي بيحصل له خشونه وتآكل لما بنكبر في السن. ده بيعيش معانا لغايه ما نموت لو احنا صحتنا كويسه. اسمه ايه الكارتش ده؟ ارتكيولار كارتش. يبقى سطح العظمه هيجنين كارتش عليه، اسمه ايه؟ ارتكيولار كارتش. اسمه ايه؟ ارتكيولار كارتش. طب تمام اللي جاي. قالوا الكارتش ده هيرمين وبرده ده هيرمين. طب الكارتش ده اسمه ايه بقى؟ هقول اسمه 3 مرات وانت تقول الثالثه. ايبيفيزيال اسمه ايه؟ ايبيفيزيا. اسمه ايه؟ ايبيفيزيا. اسمه ايه؟ ايبيفيزيا. مرة اسمه ايه؟ مش اسم حرام، اسمه ايه؟ ايبيفيزيا. بليت اوف كارت، بليت ينطب. الاذكياء اللي قاعدين قدام يسمعوا كويس بقى. الواحد يطول، يطول ازاي؟ قال له دكتور يطول كده، مش محتاجه فن. العظم دوت موجود وعليه الكارتش بتاعه. الايبيفيزيا بليت دوت طبقه خلايا. تتقسم تبقى 2 واثنين يتقسموا يا 4 كده ويعملوا كده. طب وبقيتها دي عظم حد سرحان وبالذات لو ناوي يبكي. ومن تحت البليت اللي تاني برضه عمال يتقسم، وبعد ما كان طبقه يبقوا طبقتين 4 زي ما انت عايز، زي عيب زي ما انت عايز. لو حصل الكلام ده يبقى العظم بتطول ولا ما بتطولش؟ لو ما كده بتطول. الجزء ده اللي قريب من الشاف من جسم العظم بيتحول لبون. وغيره يتعمل ويتعمل ويتعمل، واحد يحصل ايه يا ولاد؟ بيكبر لغايه سن 18 في الستات و20 في الرجاله. كل الكارتلج ده يتحول لبون. وكل الكارتلج ده يتحول لبون. والعظمه تتوقف على مين لما كده؟ النمو. يبقى انا عايز اسال سؤال بس انتوا مش هتجاوبوه. تلاقي فين هايلاين كارتلج؟ قالوا العيل في بطن امه عنده هايلاين كارتلج. ولما اتولد اتولد بعظمه وعليها هايلاين من فوق وهايلاين من تحت.
ولما بدأ يحصل بون فوق وتحت بقى في ارتيكولار كارتلج ده هايلاين وبليد اسمه ابيفيزيال بليد ده هايلاين. بس الابيفيزيال بليد ده بيجي فتره ويتحول لمين لو كده لبون ويبقى اختفى هو كمان، وبالتالي الواحد يجي على سن معينه توقف عن نموه. مش كده برضه ولا لا؟ عيل عنده 8 سنين ومات، اطلع العظمه بتاعته هلاقي عليها دي من فوق ارتيكولار كارت وحته عظمه وقرص الابيفيزيال بليد تمام، وبعد كده عظمه وابيفيزيال بليد تاني وعظمه وارتيكولار. صح كده ولا لا؟ العيل دوت لو وصل 20 سنه راجل او 18 في السن هتموت، وطلعت عظمه وشرحها الاقي ايه؟ ارتيكولار كارتج وارتيكولار كارتج وعظمه. هسالكم سؤال، الهايلاين كارتج هو كارتج الزجاج؟ الهايلاين كارتج كارتج الزجاج. هنلاقيه فين في جسم الانسان؟ نقدر نقول مع بعض ولا لا؟ هنلاقيه بقى الناس اللي صاحيه معايا اكتبوا لنا فتوى سعيده تشوف فين وفين وفين. هنلاقيه فين؟ في الطفل اللي في بطن وامه في الفيتس. الطفل اللي في بطن وامه اسمه ايه؟ فيتس. طب لقيت الكارتل اللي اسمه ارتيكولار اللي اسمه ايه؟ ارتيكولار اللي اسمه ايه؟ ارتيكولار. وفي البنت اللي اسمه ايه؟ ابيفيزيال. في اماكن ثانيه الحنجره اسمها لامس مليانه كارتل من كده. التركية القصبة الهوائية فيها كارتج هايلاين بارد، الضلوع فيها حتة هايلاين بارد. الفرق الأولين من التمثيل اللي أنا قلتها دي ودول اللي اختصرناهم في الكتابيات. أنا هسألكم سؤال لو جاوبتوا عليه بس أنا عارف إنكم مش هتجاوبوا. الناس الأساتذة تقدر تقول لي بقى، الناس اللي عندها ضمير الله لو بتفهموا، بس هو فعلا صعب بصراحة. إيه دي؟ وإيه اللي بدأ يحصل هنا؟ وإيه اللي حصل هنا؟ وإيه اللي هنا بقى؟ أنا هسأل سؤال، في عظمة واحد لسه بينمو، حتى كان في ادوليسنس يعني لسه بينمو، وحد قال لي مين اللي فوق ده يبقى معلم؟ ارتيكولار كارت ويند اند صح؟ وده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ابيفيزيال. وده جسم العظمة وتحت في ابيفيزيال تاني وعظمة تانية وكارت اسمه ارتيكولار كارت. هل لو حد فينا توصاه الله دلوقتي مش كده لا منكم هيبقى عنده ابتدائي بليد؟ اه ممكن البليد ما انت لا لما بيجي لك كلهم عندهم. هل انا عندي؟ اه طبعا لسه صغير انت. اه في طب مجامله حتى اه في طفل بنعمل كده لبعض اسمها ايه لما كده؟ اسمه ايه لما كده؟ اسمه ايه؟ ده مسؤول عن نموك صح الكلام ده؟ لا الناس اللي باصه كده بالصوره ديت بس مش مهم قوي دي الحنجره على فكره. الحنجره دي كلها هايلاين كارت، ما هذا حاجة اسمها لسان المزمار اسمه الجروس بتاع نوع تاني. إنما كل دي الحنجرة، الحنجرة بالإنجليزي يعني إيه؟ لارينكس، اسمها إيه؟ لارينكس. فالحنجرة بتاعتنا اللي إحنا بنتكلم فيها كلها من أنهي أنواع كارت شولات الهايلاين. وبرضه لو بصيتوا كده الصورة كده معايا بس حتى سرحان عملنا كده آدي ده الرئة بتاع آدي اللي كده كده يمكن تشوفوها واضحة. ده كارت الفورمين أولاد طب لارينكس اسمه إيه؟ لارينكس اسمه إيه؟ لارينكس. لارينكس اللي هي الحنجرة اللي بتصدر الصوت، وتحت اللارينكس بيبقى في أنبوبة اسمها تراكية اللي هي القصبة الهوائية مقطوعة بقيتها، دي برضه فيها كارتج من أي نوع ولاد الهايلاين كارتج. فينا ده الكلام؟ قبل الإنتاج. في نوع تاني بقى من الكارتج اسمه وايت فايبر كارتج. الوايت فايبر كارتج اللي أنا قفلت كده عشان أجيب في الكمبيوتر شوية، قالوا ليه؟ الوايت فايبر كارتج للطلبة الصحيين كارتج مليان كولاجين فايبر. الكارتج ده وجود الكولاجين فايبر فيه الالياف البيضاء بيبقى عنده قوه جدا هتستحمل شده السايل شد عليه قوي. هقول لكم حاجه مش شطار قوي اللي هي اسده في الطفل. بنقول يا اولاد لو كده الناس اللي عندها ضمير تقول لي كده بس محدش يسمع بجد. المنظر اللي كان هنا كده ده العمود الفقري بتاعه. ده فيرتبراي ودي فيرتبراي منهم ديسك. اكيد ما حدش من اللي قاعدين قدامي ما سمعش عن انزلاق الغضروفي اللي في الرقبه في الرقبه في الظهر. ايه انزلاق الغضروفي دوت؟ احنا عندنا العمود الفقري فقرات والفقره بالانجليزي يعني فيرتبرا تمام. بحط فيرتبرا على فيرتبرا مين اللي بينهم؟ قرص. القرص ده اسمه انتر فيرتبرال ديسك. اسمه ايه؟ انتر فيرتبرال ديسك. كلمه انتر يعني ما بين بين الفقرات يبقى اسمه ايه؟ انترفيرتبرال تمام. الناس اللي عندها دم وضمير واغلبنا عندهم. لو انا عملت كده معاكم دلوقتي انكم صاحيين قلت دي فيرتبرايا ودي فيرتبرايا ثانيه، دي عظم ودي عظم. دي فيرتبرا ودي فيرتبرا، كلمه اسمها فيرتبرا اسمها ايه؟ فيرتبرا. وفيرتبرا يا جماعه فيرتبري، يعني ما حدش يقول فيرتبريات، مش كلمه فيرتبرا يا جماعه اسمه ايه؟ فيرتبرا، تحط لها ايه؟ لو الفرتبرا دي والفرتبرا دي حاطين بينهم قرص من الكارت
في القرص ده اسمه ايه؟ انتر فيرتيبرال ديسك. ايوه احكي لي بقى الناس اللي عندها ده ضمير انت بتتني كده وبتتني كده وبتتني كده وبتتني كده. العروض الفقري بتتني الفيرتيبرال دي بتتني على تحتها مين اللي منها؟ الديسك اللي جاي ده للتسكية بس والباقيين يبصوا في الارض. لو حطيت الديسك ده كانه بايدي كده والفيرتيبرا وانا بدي وسط كده الناحيه دي من الديسك بيحصل لها ايه والناحيه دي بتحصل لها ايه؟ في نفس الوقت ناحيه بتتضغط وناحيه بتتشد. الكارتريج يقدر يستحمل الكومبريشن والتنسايل فورس. تنسايل يعني جذب، تنسايل يعني جذب. لازم يبقى فيه فايبر قويه الكولاجين فايبر. الكولاجين فايبر دي موجوده بكميه كبيره توصل الكارتريج في بعضه وبالتالي الكارتش متماسك اكتر يستحمل الحاجات غريبه. ده انت بتتني كده وبتتني كده وبتتني كده وبتتني كده. الحركات دي كلها معاها الديسك يحصل ايه؟ الطحن بينهم وتشد كده وتضغط لقدام. فتركيبه الانترفيزنتال ديسك نوع اسمه وايد فايبروكارتش. ايه معنى كلمه وايد فايبروكارتش؟ طب كده يعني كارتش مليان الياف بيضاء والالياف البيضاء دي موجوده بين الخلايا اللي هي شعر الست اللي وقع دوت وتبقى نوعها كولاج. النوع ايه؟ كولاج. ودي تديله قوه غير طبيعيه لتحمل الضغط. في نظر كده يبقى في نوع كارتش اسمه وايد فايبرو كارتش. اسمه ايه؟ وايد. يبص كده مع بعض وشوف تقدر تفته فتره سعيده ولا لا. اللي عندي ده للطلبه الصحيين انا عارف انكم اشطر مني وهتقولوا لي كده. لو سألتكم سؤال وسألتوا جدعان مين في مرة بحكم كده قلنا إيه بقى؟ بص الفتوى اللي هقولها دي. الأولاني ده كان اسمه إيه؟ هايلاين. الأولاني اسمه إيه؟ هايلاين. الأولاني اسمه إيه؟ هايلاين. الأولاني اسمه إيه؟ هايلاين. الله تاني بقى لو حد قال لي اسم تاني بقى إيه؟ وايت فايبروكارد. أنا عارف إنكم ما بتشوفوش زي أكبرها سنة 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 سنة. اسمها إيه بقى؟ وايت فايبروكارد. إت كونتين يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بيحتوي ايه بقى لما كده؟ لارج اماونت من اني فايبر كولاج. لو حد كده لسه عنده ضمير وبيسمع كويس هيقول لي ايه؟ ذيس كارتج ستاف جامد وهذا جريت تنسايل. تنسايل يعني يستحمل الشد الجامد. تنسايل السترينث. السترينث الشد الجذب يعني جامد بيستحمله مش كده؟ طب ما كانوا فين الكارتج ده لو معايا كده؟ وليه؟ بحد السرحان انا دكتور موجود في العمود الفقري عند ديسك اسمه الديسك الموجود ده بحد السرحان انتر. شايفين الكلمه ولا لا؟ انتر فيرتيبرال ديسك باينه كده اسف. يبقى هنا في نوع من الكارتج اسمه ايه؟ هو ده وايد فايبرو كارتج. وايد فايبرو كارتج. كارتج وايد وايد فايبرو سامع اسمه وايد فايبر بكميه كبيره. فتعمل لنا كارتج نوع ايه؟
عنده بنفسه جامده زي الاوركل سوال الاذن. سوال الاذن ده انت تتنيه كده يتنيه، تسيبه كده يرجع تاني كده، ودنك دي تنام عليها المخده كده تفرغ جنوبك نظر كده ترجع تاني. مش كده لا. طب ده بقى ليه؟ لان كارت ده نوع ايه؟ يلو بلاستيك كارت. نوع ايه؟ يلو بلاستيك كارت. لو عندنا ضميره قربنا ما عندوش الحمد لله. هبص كده مع بعض المنظر بتاع سالم كلوب طب العظماء. هيبص معايا كده ايه اللي انت هتوريه لنا ده يا دكتور؟ الالوان الجديد ده بقى بص كده يلو الاستيك فايبروكارد. يبقى في نوع اسمه ايه؟ يلو الاستيك فايبروكارد. هتوريهم الثلاثه دلوقتي خلي بالك. نوع اسمه ايه؟ يلو الاستيك فايبروكارد. عندي كام نوع من انواع الكارتش كده؟ ثلاثه. ليه انت تقول لي الثلاثه يبقى معلم؟ هايلايت هايلايت زي الدين هايلايت زي الدين. ولما حطيت فيه الياف بيضاء سميته ايه؟ فايبر فايبروكارد كده معلمين. ولما حطيت فيه الياف صفرا سميته ايه؟ بلاستيك فايبروكارد. ده بحطه في مكان لفايده وده احطه في مكان لايه؟ زي لما ودني دي هتبتدي كده على المخده وانا نايم اقوم تجربها تاني. مش الحمد لله يبقى لازم تبقى فيها الاستيستي. لما تدلع على وشك كده وانت نايم مناخيرك تخش لجوه كده تصحى تجرج على المكان. يبقى الكارت ده نوع ايه لو كده؟ يلو الاستيك. طبعا نوز بالانجليزي يعني ايه؟ نوز. مش عارفين نوز يعني ايه؟ انف يعني مناخير يعني. طب اوركل اسوان الاذن. بصوا الكلمه دي للطلبه كلهم في الطب العظماء مكتوبه كلمه اسمها ايه هنا دي يا اولاد؟ قالوا ايه؟ التيب اوف ذا نوز قمه النوز. الله لو حد فينا عنده ضم الضمير وده اسمه سوار الاذن. اسمه ايه؟ اوريكل. سوار الاذن اسمه ايه؟ اوريكل. سوار الاذن اسمه ايه؟ اوريكل. اسمه ايه؟ اوريكل. اسمه ايه؟ هذا السؤال قبل ما تيجي الكارت. كم نوع من انواع الكارت؟ ثلاثه. الكلمه دي هتبقى على البورد وانا عارف انكم مش هتعرفوها عشان انتوا ايه غلابه اسمها اوسيا. ايه ده؟ طب يلا بقى نصعبها عشان مش هتعرفوا دي اسمها اوستيفيكيشن. ايه ده؟ حطوني بقى اسمح لي اسلم عليك. قالوا بهذا قالك اوستيفيكيشن اللي طالب في كلمه اسمها اوستيفيكيشن. امسح اللي انا رسمه دوت الشخابيط دي واقول تصنيع العظم اسمها ولاد اوستيفيكيشن. وبالتالي طالب كليه الطب والعظماء يبقى في كلمه اسمها اوستيفيكيشن.